هعمل المنصة. لا، في منصة اسمها اي توب، عاملها المهندس اسمه سامح شفعي، ومفروض ان هو بديل فيسبوك، وناس كتيرة جدا قاعدة بتعمل شير للمنصة شفتي بقى دي. انها شيء، ايه رأيك؟ هي شفتها المنصة؟ المنصة مش حاجة صعبة ان هي تتعمل، هي الفكرة كلها في ان احنا نستخدمها. يعني ايوه. حضرتك مثلا وانس ان احنا معانا استاذ سامح شفعي دلوقتي على التليفون، معانا على جميل. التليفون. نرحب بحضرتك، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله بخير. بنحيي حضرتك على الخطوه دي، وكلنا هنعمل زيك ان شاء الله، او نتواصل بقى عن طريقك. كلمنا عن التطبيق ده، الاي توب بتاعك، هو بس وليه النهارده ترند يعني، كلمنا الحمد لله بالتفصيل. مبدئيا انا بس يعني اهم حاجه عايز اقولها اني عايز اشكر كل الناس اللي بتدعم تطبيق اي توب. يعني الانجاز اللي حاصل ده هو بفضل ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه في المقام الاول، وبعد كده بدعم الناس يعني، بس ما فيش اي شيء ثاني ليه دخل باي حاجه حصلت يعني. حتى انا ماليش يد في ده، انا اجتهدت وعملت اللي عليا وعملت كل اللي اقدر عليه، ولكن الناس هم ليهم العامل الاكبر بعد ربنا سبحانه وتعالى. فانا اهم حاجه بالنسبه لي ان عايز اشكرهم جدا جدا جدا. احنا شايفين ان هو طبعا يعني ترند على رقم واحد على ابل كمان، يعني احنا بندعمك جدا من خلال برنامجنا، وبندعو كل مشاهدينا ان شاء الله يدعموك باذن الله. مهندس سامح ان شاء الله، هو فعلا اي توب النهارده يعني النهارده وامبارح رقم واحد، متفوق على كل تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم على اب ستور، وعلى جوجل بلاي هو رقم 2 افضل التطبيقات يعني في العالم. ايوه. والريت كمان 4.9 يعني، ده برضو اعلى. طبعا ده ريت عالي جدا يا باشمهندس. رقم 2 على جوجل، على جوجل بلاي، ورقم 1 على ابل. ايوه الحمد لله. وبرضو بكرر تاني انه كل ده بسبب الناس، وانا بشكرهم جدا يعني، بشكر كل انسان. لا، واحنا بنشكر حضرتك طبعا، انت اصلا فكرت في الموضوع ده. ممكن بس يا باشمهندس تحكي لنا الحكايه، يعني من امتى بدات، وليه مش منتشر، وليه في الفتره دي ظهر قوي؟ هو الحقيقه يعني انا بدات من 2019، والتطبيق اي توب الاول كان خدمي اكتر ما هو تواصل اجتماعي يعني. هو بنيت فكرته اصلا يعني على اساس فكره خدميه، كان في فكره اسمها الخدمات. أيوة. وهي حاجه ايجابيه بتقدر تفيد كل الناس عموما يعني في حياتهم العمليه. أيوة. زي غيرها من الحاجات الخدميه اللي انتشرت في الفتره الاخيره. بس وبعد كده بدات اطور في التطبيق، وبدات اهتم باني اضيف مميزات خاصه بالتواصل الاجتماعي. حطيت فيه افكار جديده كتير، انا ما عملتش نسخه من اي تطبيق تاني موجود، ما خدتش كوبي بيست، لا انا عملت افكار جديده. ايوه. بالاضافه طبعا انه في الاساسيات بتاعت التواصل الاجتماعي اللي موجوده في كل التطبيقات طبعا، ولكن ضفت حاجات جديده كتير، حتى طريقه التفاعل في التطبيق مختلفه ومميزه. لو حد لسه داخل التطبيق وعمل بوست جديد وهو لسه ما فيش عنده فولورز، هيقدر يلاقي بيتش يعني بعكس التطبيقات التانيه. حاجه مهمه كمان عايز اكد عليها وبقولها من زمان، انه تطبيق اي توب هو المعايير الوحيده فيه هي الاخلاق. مهمة قوي قوي. طبعا مشكرك. هو سياسة التطبيق انه بيحافظ على الاخلاق وعلى القيم العربية. ايوه. دي اهم حاجة. وطبعا التطبيق اي توب بيدعم القضية الفلسطينية وكل القضايا العربية، وده منذ نشأته يعني، ده من البداية، مش بس دلوقتي ومش مع الاحداث. لو في ناس دورت في حاجات قديمة انا كنت ناشرها او حاجة، دايما بدعم فلسطين، وطبعا بدعم مصر، هي بلدي ووطني. فهو تطبيق اي توب ان شاء الله يكون بيدعم القضية الفلسطينية وكل القضايا العربية. وانا يعني انا بطمح، ده حاجة مهمة، ويمكن يكون جداً. ده سبب كمان ان هو يعني طلع في اليومين اللي فاتوا وبقى ترند، لانه رغم ان انت من 2019 لكن النهارده شايفينه توب، لانه بيخدم القضية العربية، يمكن الناس متفاعلة بشكل كبير. ولا حضرتك بترجع السبب لايه؟ الحمد لله. وده امر طبيعي، ما فيش حاجة ابدا ممكن اول ما تتعمل تنجح مرة واحدة، ما فيش حد بيكبر مرة واحدة. صحيح. يعني احنا كبشر بنكبر على مراحل. يعني الحمد لله طبعا اولا واخيرا. وبرضه يعني انا عايز اقول حاجه، انا مش بطمح ان يعني من خلال التطبيق صوتنا يوصل، صوتنا كعرب يعني الصوت العربي يوصل بره، لا انا بطمح انه صوتنا هو اللي يحرك العالم، وهو اللي يتحكم
في توجهات العالم. طيب مهندس سامح، عايز اعرف من حضرتك في كم حد منزل التطبيق؟ يعني شايف الاقبال عامل ازاي؟ الحمد وايه لله. هو الحقيقه انا مش عايز اقول وايه بعد اذنك الخطوه الجايه كمان؟ ان شاء الله تمام. انا بس مش عايز اقول احصائيات او ارقام لان الارقام متغيره. يعني تقريبا قبل ما اكلم حضرتك في رقم، وانا بكلمك دلوقتي في الرقم ما انا عارفه، عشان كده عايز اعرف من حضرتك تقريب رقم، يعني افريج رقم. انا مش عايز اقول احصائيات الحقيقه، بس خليني اقول لحضرتك الخطوات الجايه. ان شاء الله اول حاجه تتعمل انه اعلي السيرفر، دي اهم حاجه، لان اعداد الناس اللي بتدخل اعداد مهوله والسيرفر ما شاء الله مش قادر تعب، فالحمد لله طبعا ان شاء الله. وبعد يعني برنامجنا بفضل الله متشافى، يعني ان شاء الله يبقى بيزيد بشكل كبير كمان ان شاء الله. ان شاء الله. وبعض التعليقات بتقول ان التطبيق فيه جزء من العمق، يعني بمعنى تعليقات الناس انه فيه جزء من العمق شويه. العمق بمعنى او معقد؟ لا لا، هو بس يعني زي ما وضحت لحضرتك ان هو فيه افكار جديده كتير، مش نسخه طبق الاصل من فيسبوك او تويتر او التطبيقات المتعارف عليها. أيوة. فبالتالي اول استخدام للناس حاجات، في حاجات بعض الحاجات هم مش هيبقوا فاهمينها عشان متعودين على التطبيقات الثانيه. لكن الناس، في ناس موجودين على التطبيق بالفعل بقالهم سنين، بقالهم سنتين وثلاث سنين وما زالوا موجودين، والتطبيق بقى بالنسبه لهم كانه حياه، يعني ما بيقدروش يستغنوا عنه. الناس الخطوه الجايه ايه يا باشمهندس سامح؟ الخطوه الجايه ايه؟ هو اهم حاجه زي ما كنت لسه بقول اعلي السيرفر، وده اللي انا شغال عليه حاليا، وهيحصل خلال الايام دي باذن الله. ان شاء الله خلال يومين مثلا او حاجه بالكثير. وهل جه عروض لبيعه يا فندم؟ جه عروض كتير. من فين؟ والحمد لله يعني ان ربنا كان بيوفقني دايما اني اخد قرار صح، والحمد لله. من فين يا استاذ سامح؟ ما بعتش من شركات كتير من جوه مصر وبره مصر. لا عايزين نعرف من الجنسيات الاجنبيه او البلدان الاجنبيه. يعني عايز اقول لك من سنتين كان جالي ايميل من تل ابيب، كانوا عايزين يشتروا التطبيق وبالرقم اللي انا حددته ورفضت. بنحييك طبعا مش بيجري ورا، وانت واحد بتجري ورا القيم والاخلاق. بنشكرك جدا المهندس سامح شفعي، يعني بصراحه هو بيقول انه اهم حاجه في التطبيق الاي توب ان هو بيحافظ على الاخلاق والقيم العربيه فيه. هو التطبيقات سامح الحقيقه عامل حاجه جميله، بس هو زي ما احنا ما اتفقنا من شويه، احنا محتاجين نتقبل التغيير. هو دايما الناس بتخاف من التغيير، فاحنا محتاجين نبتدي نتقبل التغيير عشان يبقى عندنا حاجه قويه فعلا. لو احنا عايزين يبقى لينا حاجه بنطلع بيها صوتنا براحتنا. طب ازاي نقدر يعني، او ازاي الناس تقدر تدعم ده اكتر، او ان احنا نبتدي زي ما بتقول ايه نتقبل التغيير ونبقى موجودين عليه اكتر فيوصل اكتر فيبقى عليه اقبال اكتر، ازاي نعمل ده؟ هو انا اعتقد في ناس زي ما كنت في كومفورت زون اللي هي الفيسبوك وانستجرام الحاجات اللي احنا عارفينها. صحيح. يعني انا متخيل من المكالمه هو النهارده بيقابل مشاكل تقنيه عنيفه بسبب حجم الترافيك اللي بدا يدخله بشكل كبير فجاه بشكل مفاجئ، وحاجه ما كانش معمول حسابها مسبقا. فانا متخيل في خلال ساعتين 500,000 عمليه تنزيل التطبيق. فنمره واحد انا متخيل ان هو محتاج احدى الشركات الكبيره اللي عندها داتا سنترز بحجم كبير إن شاء الله. ممكن تبتدي تحتوي تطبيق بالشكل ده. من خلال برنامجنا رجال الاعمال هم، لان دعم يعني موقع زي ده ممكن يدعمنا في حاجات كتير. احنا الدوله المصريه احنا ما شاء الله عندنا اربع شركات اتصالات كبار كويسه، يعني الاربع شركات الكبار اللي موجودين النهارده في مصر للمتخصصين في الاتصالات. كل شركه عندها داتا سنتر عملاقه تقدر تستوعب. غير شركه يا فندم، المفروض الدوله هتلعب كمان يا مها، مش رفاهيه بقى، امر ضروري جدا. ده سلاح مهم جدا لازم نحارب بيه. وحاجه زي وهم دي وهم قالوا لك عايزين ياخدوه يعني على طول. وحاجه زي دي ان احنا نعمل ابلكيشن كده او الابلكيشن مصري، اكيد الدوله وسياده الرئيس والحكومه عندنا هتدعم ده طبعا. هو محتاج دعم تقني كبير طبعا، هيبقى محتاج تسويق بشكل كبير، لازم حد يدعمه طبيعي.